الإنسان كانت طبيعته سامية من كل ناحية، وأول ما عرف الخطية بدأت طبيعته تنهار وتضيع. فمن أول الأشياء اللي كانت نتائج الخطية الخوف. آدم قال لربنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت، خفت. ما كانش بيخاف آدم قبل كده، لكن الخوف أصبح نتيجة للخطية. الإنسان الروحي يملك السلام على قلبه، يقول وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. لكن بالنسبة للخطاة بيقول الكتاب لا سلام قال الرب للأشرار، وبيقول الأشرار كالبحر المضطرب. إذا كان آدم خاف من الله المحبوب الذي يشتهي الناس أن يراه، أول ما شاف ربنا خاف منه مش عايز يشوفه، حاجة صعبة طبعا أن ربنا يظهر والناس يكون مش عايزين يشوفوه. اللي حصل لآدم كيف أنه هرب من الله وخاف منه واختبأ هيحصل في الأبدية أيضا، لما بيقول الكتاب في عبرانيين 10 مخيف هو الوقوع في يدي الله. طبعا الإنسان البار بيبحث عن ربنا، يدور عليه، يقول له التحقت نفسي وراءك، يقول له اشتاقت نفسي إليك. لكن الخوف ده بالنسبة للخطاة. أما بنطلس قال أنا لا أخاف الله لأني أحبه. على الأقل بيخاف من أمرين، بيخاف من عقوبة الخطية وبيخاف من انكشاف الخطية. دايما اللي بيخطي بيخبي الخطية بتاعته وما يحبش انها تتعرف وما يحبش انها تنكشف، فيخاف انها تنكشف. يا ترى تعرفت؟ يا ترى حد يدري؟ يقعد خايف. ولذلك قيل عن الخطية انها بتحدث في الظلام، يعني مش في النور، عشان ما تنكشفش. فمن نتائج الخطية ان الانسان يجيله خوف، خوف ان الخطية تنكشف او تتعرف. ومن ضمن نواحي الخوف في الدينونة بنقول يا رب إن دينونتك رهيبة. ليه؟ حينما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتفحص النيات، أية دينونة تكون دينونتي؟ أية إدانة تكون إدانتي؟ أي خجل من الأبرار اللي كانوا يظنوا إنك أنت راجل من الصديقين لما يلاقوا أفعالك بهذا الشكل؟ طب في حاجة تخوف أيضا في الخطية، لما يجي ربنا يقول ليس خفي إلا ويعرف ولا مكتوم إلا ويستعلم، دي حاجة صعبة. تقول لي طب أهرب من الآية دي إزاي؟ هل لابد إن خطاياي تطاردني وتتعرف وتنكشف أمام الناس كلها؟ أقول لك مدام ليس خفي إلا ويعرف، قولوا الأب اعترفتها اسمه تعرف، وانطبقت عليك الآية واسمه عرف، بدل ما يعرف من جميع الناس في اليوم الأخير. واحد من الأدباء الروحيين قال كلمة لطيفة أوي، قال فكر كما لو كانت أفكارك مكتوبة على صفحة السماء بشعاع من نور وإنها لكذلك. لأن هيجي يوم تفحص الأفكار وتعلن وتبقى معلنة للكل. لما الإنسان أخطأ بدأ الخوف يزحف إلى قلبه، يخاف الإنسان من انكشاف الخطية، ويخاف من عقوبة الخطية، ويخاف من نتائج الخطية. يا ترى النتيجة تطلع إيه؟ داود لما أخطأ خاف. وساعات الخوف بيجعل الإنسان يغطي على الخطية، وممكن يغطي عليها بأكاذيب كثيرة أو بجرائم. يعني القديس يعقوب المجاهد غطى خطيته بالقتل، وغطى القتل بالكذب، وابتدى الخوف من انكشاف الخطية يجر إلى خطايا أخرى متتابعة. الخطاة يخافون لقاء الله، لذلك يخافون الموت ويرتعبون منه. لكن الإنسان القديس ما يخافش الموت، لا يخاف من الخطية ولا يخاف من نتائج الخطية ولا من انكشافها ولا من عقوبتها ولا يخاف من الموت. مين اللي يقابل الموت بدون خوف؟ الشخص اللي مستريح من ناحية الخطية، مفيش خطية بتتعبه تقف قصاده في اليوم الدينونة. شوفوا في يوم الدينونة
اليوم اللي ينكشف فيه كل حاجة أمام الكل، أمام الأعداء اللي ممكن يشمتوا، وأمام الأحباء اللي يستغربوا. يقولون للجبال غطينا وللتلال أسقطي علينا، كما ورد في هوشع 10:8. وبيقول الكتاب هؤلاء سيطلبون الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم، في رؤية 9:6. مدام الأمر هكذا، يريد الإنسان يعيش في حياة روحية سليمة، لا يخاف من شيء ينكشف، ولا يخاف من شيء يعاقب عليه، ولا يخاف من الموت أيضا إن أتاه في أي وقت. من نتائج الخطية أيضا عذاب الضمير، التبكيت الداخلي. خذوا مثال لذلك بيلاطس اللي سلم المسيح لليهود لكي يقتلوه وهو يعرف أنه بار، ضميره تعب من جوه فعايز يريح ضميره، غسل إيديه وقال أنا بريء من دم هذا البار. وتقول بعض القصص في التقليد أن بيلاطس لما رجع إلى بيته بص لقى إيديه مليانة دم، فقال هاتوله شوية مية وغسلها وقال أنا بريء من دم هذا البار، وبعدين بص فيها تاني لقاه مليانة دم فقعد يغسل في إيديه لغاية لما عقله تعب. ما فيش إنسان يخطئ وضميره يعيش مستريح إلا لو كان تايه مش واخد باله، لكن إذا استيقظ ضميره يبتدي يتعبه. لذلك بعض الخطاة لا يحبون أن يستيقظوا لئلا يتعبهم ضميرهم، لا يحبون أن يحاسبوا أنفسهم لئلا يتعبهم ضميرهم. زي إنسان يخاف مريض، يخاف يعمل تحليل ولا كشف، أحسن يظهر إن عنده مرض فيخايف من التحليل أو من الكشف. الخطية متعبة، والإنسان للأسف الشديد ما بيشعرش بأنها متعبة ومؤلمة إلا بعد الوقوع فيه. جايز قبل الوقوع فيها بيكون مبسوط منها، لكن بعدين بيتعب لما يستيقظ الضمير بيتعب. خذوا مثال يهوذا الإسخريوطي. يهوذا الإسخريوطي قبل الخطية كان مبسوط، وراح ويتفق ويتفاوض ويقبض وحاجات كتيرة، بل بكل جرأة راح يسلم المسيح ويقبله. لكن بعد ما أخطأ ووجد نتيجة خطيته أن المسيح سيق إلى الصلب، ضميره بدأ يتعب. ولما ضميره تعب وما احتملش، ولعله تذكر كلام المسيح أنه خير لذلك الإنسان لو لم يولد، بدأ يتعب. ومن تعب ضميره راح مرجع الفلوس وقابل رؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، ورفض ياخد الفلوس تاني، وبرضه لم يسترح من إرجاع المال، ولم يسترح من الاعتراف إنه أسلم دم بريء. فمن تعب ضميره ذهب وشنق نفسه. ده في ناس مجرمين، قتل مثلا، بعد ما يقتل ويبتدي يتعب مش قادر يحتمل التعب، وجايز ما يكونش قبض عليه ولا كشف، بيروح يسلم نفسه مش قادر من تعب الضمير. وكل ما الإنسان يدخل في حساسية الحياة الروحية وفي دقتها، ويصبح ضميره ضمير مرهف وضمير سليم، مش بيتعب بس من أجل خطاياه الحاضرة، ده ربما بيتعب من أجل خطايا قديمة جدا، ربما حتى في طفولته. نسمع عن القديس الأنبا بافنوتيوس، تلميذ القديس أبا مقار الكبير، ده بقى من القديسين الجبابرة وخلف أبو مقار في رئاسة الإسقيط، وكان بيعمل معجزات. هذا القديس بيحكي في مرة عن حياته، فقال عندما كنت طفلا صغيرا وأنا ماشي بالجمل بتاعي لقيت خيارة وقعت من الجمالين، عيل صغير لقى خيارة في السكة فخدها وكلها. بيقول وكلما أذكر هذه القصة أبكي، لا طفل ووجد حاجة في السكة، ويعني
بس رقهاش من حد ولا حاجة. وبعدين كبر وترهبن والرهبنة راحت خطاياه القديمة ومات الماضي كله وابتدى حياة جديدة مع ربنا وأصبح من الجبابرة ومن صانع المعجزات. ومع ذلك بيقول: وكلما أذكر هذه القصة أبكي. عذاب الضمير صعب. لذلك داود بيقول: بدموعي أبل فراشي. ويقول: ساخت من الغضب عيناي. تعب من غضبه على نفسه. وبيقول: مزجت شرابي بالدموع وصارت دموعي طعاما لي نهارا وليلا. وفي وقت من الأوقات قال إن دموعه في زق، يعني ممكن تملى برميل. علماء النفس بيتكلموا في عذاب الضمير، بيقولوا مبدأ عجيب جدا في بعض الجرائم، بيقولوا إن المجرم يحوم حول مكان جريمته، يعني يقعد كام يوم يلف حواليها يشوف يا ترى اكتشفوا، يا ترى عرفوا، يا ترى ترك أثر محدش واخد باله منه. وفي يمكن دي في الجرائم الكبيرة، لكن برضه في الأخطاء اللي تبدو أمام الإنسان أقل من القتل ولا حاجة زي دي، برضه بيبقى تعبان ويلف حول الحكاية دي ولو في مخه، ولو في مخه. من أكبر الأمثلة في الكتاب المقدس لفقدان السلام قايين. قايين الذي عاش تائها وهاربا في الأرض وخائفا أن يجد واحد يقتله، وقال لربنا: ها قد طردتني من قدام وجهك. وظل يطارده صوت أخيه ودم أخيه وصورة الجريمة. أول إنسان في التاريخ أصيب بأمراض نفسية من الرعب والقلق والاضطراب والخوف هو قايين. طبعا ممكن نقول الخوف عند آدم كان بداية هذه الأمراض، لكن في صورتها البشعة بدأت عند قايين من ناحية توقع الشر والرعب. يكون كل من وجدني يقتلني، خوف رعب. الأبرار لا يضطربون ولا يخافون ولا يقلقون. السلام يملك قلوبهم من الداخل، من ثمار الروح القدس فرح وسلام. ليس كذلك القطاع، ليسوا كذلك. يملكهم الحزن والعذاب والقلق والخوف. خذوا مثلا قصة داود النبي، ضميره تعبه بعد أن غفرت له الخطيئة، بعد أن أعلنه ناثان بقوله: نقلت عنك خطيئتك لا تموت. فما كانش خايف من العقوبة، لكان فاقد سلامه الداخلي وتعبان من أجل أنه زعل ربنا. عذاب الضمير، ضميره تعبه، إزاي أعمل كده؟ إزاي أصل إلى هذا المستوى؟ قيل إن أوريجانوس قال مرة لنفسه: أيها البرج العالي كيف سقطت؟ هو تفتكروا أن البكاء وصرير الأسنان بس في الأبدية، ده ممكن على الأرض يحصل البكاء وصرير الأسنان. والواحد بيبكي وبيجز على أسنانه من عذاب الضمير، إزاي يحصل كده؟ إزاي؟ كيف أفعل هذا؟ ومع ذلك خير للإنسان أن يستيقظ ضميره ويحتمل عذابا ها هنا من أنه يحتمل عذاب في الأبدية، وخير له أن يجرب البكاء وصرير الأسنان على الأرض لفترة مؤقتة من أن يقاسيه في الأبدية بلا رداء. بحكاية الخوف والقلق اللي هم من نتائج الخطية وعذاب الضمير، في نتائج أخرى للخطية، زي مثلا ان الانسان يفقد الصورة الالهية. انسان بيفقد صورة الله التي خلق على مثالها بالخطية. صدقوني حتى ملامح الوجه تتغير في الخطية، حتى ملامح الوجه. يعني الانسان الغضوب تلاقي ملامح وجهه بيبان فيه الغضب، الإنسان الشهواني ملامح وجهه بتتأثر بشهواته، الإنسان المستهتر بيبان على ملامح وجهه.
كل خطية بتترك طابعها حتى على ملامح الإنسان. من القصص العجيبة التي قيلت عن ذلك الفنان الكبير الذي رسم صورة العشاء الرباني ورسم صور التلاميذ، لما جه يرسم صورة المسيح دور على قاعد يبحث على أجمل واحد وبين عليه البراءة والطهارة ومش بس الجمال، لغاية لما لقى واحد وقعده قصاده كده يستوحي منه ملامح المسيح. وبعدين قعد يرسم في الرسل، كانت مرت بقى حوالي 3 سنين، فقال أدور على أبشع واحد أرسم منه صورة يهوذا، فلقى واحد عليه البشاعة وجابه وقعده. وبعدين بص قال له أنا جيت هنا في الحتة دي، قال له إمتى؟ قال له جيت من قيمة 3 سنين لما خدت منه صورة المسيح. كان نفس الشخص وبعدين انجرف في الخطية فتركت ملامحها البشعة على وجهه. الإنسان البسيط بتبان البساطة على وجهه، الإنسان البريء بتبان البراءة على وجهه. فكركوا صورة العذراء بس جمال الوجه فيها، وقطعا كانت في منتهى الجمال، لكن صورة العذراء في ملامحها البراءة، البساطة، الطهارة، القداسة، الطيبة، الحنان، السلام، الصفات الروحية دي بتبان في الملامح. أمال ليه إحنا بنبص في صور القديسين كده وبناخد منها تأثر روحي في داخلنا حتى من الملامح بنستفيد؟ بل إن الخطية بتترك تأثيرها على الإنسان من كل ناحية، حتى من جهة مظهره، من جهة ملابسه. تلاقي إنسان في وقت من الأوقات يهتم بشكله، يهتم بلبسه، يهتم بمنظره، يهتم، وفي وقت من الأوقات ما يهتمش. تبص له كده تقدر تعرف من جوه جنسه ايه. واحد من ملابسه ومن شكله تعرف انه بسيط، تعرف انه مش مهتم بالمظاهر. واحد من ملابسه ومن شكله تعرف جنسه ايه الى اخره. الخطيه بتفقد الانسان الصوره الالهيه، ولذلك جاء المسيح الى جوار الفداء، وهو السبب الاصلي الاول للتجسد. جاء المسيح إلى جوار هذا يرجع لنا الصورة الإلهية التي خلقنا عليها. مش بس الصورة من ناحية ملامح الجسد، إنما الصورة حتى من جهة النفس وصفاتها والروح والقلب. من ضمن النتائج الأخرى للخطية فقدان الكرامة. آدم خلق على صورة الله ومثاله، فلما أخطأ ربنا قال له أنت تراب وإلى التراب تعود، ما قالوش أنت صورة الله ولا أنت شبه ومثالي، قال له أنت تراب وإلى التراب تعود، وفقد كرامته. تعرفون أيضا كثيرا من القصص التي فيها الإنسان بيفقد كرامته نتيجة الخطية، زي شمشون الجبار مثلا. شمشون الجبار الذي فقد كل كرامة وأصبح كالحيوانات يجر الطاحون، والاحترام الذي كان له والمهابة التي كانت له كلها فقدها. فقدان الكرامة أمام السماء وأمام الناس وأمام نفسه من جوه، يعني أصعب حاجة للإنسان أنه يحتقر نفسه. يمكن احتقار الناس ليه يقدر يحتمله، لكن احتقاره لنفسه هو اللي ما بيقدرش، بيفقد كرامته. على رأي واحد قال لما الإنسان اشتهى مجد اللاهوتية فقد حتى المجد الذي كان له كإنسان، يعني مجد البشرية فقده أيضا، ويصبح الإنسان بلا كرامة. ولذلك القديسين بتكون لهم الكرامة والهيبة عند السماء، حتى صلواتهم لها كرامتها، صلاة لها كرامة تقتدر كثيرا في فعلها. وإنسان تاني يشعر أن صلواته بلا كرامة بلا مفعول، حتى مش قادرة تطلع لفوق، مش قادرة تدخل إلى حضرة الله. ده بل حتى أقول أن الإنسان أصبح بلا كرامة حتى أمام الحيوانات، لأن كان
الإنسان لا يخاف من الوحوش. ده آدم كانوا معاه الوحوش وبيسميهم بأسمائهم وبيعيش معاهم. ونوح كان مع الوحوش في الفلك أيضا وما كانش يخاف منهم. لكن دلوقتي الإنسان اللي يخاف من قطة ولا من كلب، بلاش أقول من أسد ولا من نمر، ده يبقى إيه؟ فقد كرامته. نسمع في قصة الأنبا موسى السائح إنه في حالة بره وطهرته كانت الوحوش تأتي إليه وتحتكم إليه، بل لما كانت الوحوش لا تجد ماء ولا تجد عشبا كانت تأتي إليه وتتمرغ أمامه وتطلب إليه أن يصلي من أجله بحركات، يعني مش بصوت، فيصلي فيسقط الماء ويرتوي الوحوش وينبت العشب ويأكلون. وكان الإنسان سيد الطبيعة، يعني ربنا قال لهم اثمروا واكسروا وامرأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على كل الوحوش والحيوانات وعلى كل طيور السماء وعلى كل سمك البحر. كان الإنسان ده ملك وله سلطة وله مهابة حتى على الوحوش. كل ما الإنسان بيرجع إلى صورته الإلهية بترجع إليه الكرامة والمهابة التي كانت له. ولذلك نسمع أن أنبا بطرس لما احتار كيف يدفن الأنبا بولس السائح، قولوا أسدين وحفروه وخذوا بعضهم ومشوا. ونسمع علاقة القديسين بالوحوش. ده أبا مقاريوس الإسكندراني كانت فيه دبة بتجيله وتأتمس إليه، ومرة ابنها آني ولدت ابن عم، فجابت الرضيع بتاعها وقدمته للقديس مقاريوس تبكي عشان يشفهله. ولما شفهولها راحت صدت له خروف ولا شاة وجابتها له كهدية، فزعق لها وانتهرها وقال لها لما تعوزي تاكلي تعاليلي هنا وديك خبز، لكن ما تفترسيش حاجة. واعتذرت له وقعدت تبكي وتتمرغ، فأخذ منها الفروة وبقت تتآلف إليه من إما جوة تجيه دبة، أي واحد يخاف من دبة. لما نسمع عن قصة الأسد والقديس أندرونيكوس، وإزاي الأسد ده يتمرغ عند قدميه، ياريت واحد يقدر يشوف موضوع كرامة القديسين بالنسبة للوحوش. هو موضوع ده كرامة القديسين بالنسبة للطبيعة، اللي يفتح السماء ويقفل السماء ويقول في مطر ويقول ما فيش مطر. كرامة بطرس لما شابه صورة الله واستطاع أن يمشي معه على الماء، ولما دخله الشك وأخطأ هبط في الماء. الخطية تخلي الإنسان صورة الله. الإنسان لما بيخطئ بيفقد كرامته ويفقد مهابته ويفقد سلطته على الطبيعة، على الحيوانات، حتى على البشر أيضا. ده مجرد كون إن الخطية نوع من الضعف بيفقد فيها الإنسان المهابة كإنسان ضعيف ضعف. وإذا شعر الناس اللي أمامه بضعفه شعروا إن الخطية ضيعته. يعني مثلا خذوا مثال سليمان الحكيم، ما مهابته عندما يجد نفسه يبخر للأصنام، ده يبقى يحتقر نفسه، مهابته راحت، مهابته ضاع. الإنسان في حالة الخطية كما يفقد سلامه وكما يفقد هدوءه وكما يفقد راحة ضميره، بيفقد أيضا كرامته وبيفقد إرادته، أن إرادته تضعف، ويفقد مقاومته للخطية. حتى الأرض تتمرد على الإنسان في حالة الخطية. شوفوا العبارة العجيبة اللي قالها ربنا عن تمرد الأرض. في الأول قال لآدم تنبت لك شوكا وحسكا، طب وبعدين قال لقايين متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، ما تدكش المحصول اللي يجب انك تاخده منها. ليه؟ لان الارض تتمرد عليك ايضا، لا يكون لك مهابة على الارض،
أمال مين اللي ليه مهابة؟ واحد زي إيليا تيجي الأرملة تقول له ما عنديش غير شوية الدقيق والزيت، يقول لها طب اسمعي الدقيق ده مش هيخلص والزيت ده مش هيخلص طول مدة النجاعة. مش قال لها يلا بينا نصلي إن الزيت ما يخلصش أو الدقيق ما يخلصش؟ لا، ده قال لها واقع معين. أنا قلت كده لأن ليه مهابة على الدقيق وليه مهابة على الزيت. دي القوة بتاعت الإنسان بتاع ربنا. جات المرأة الشونامية زعلانة مع إليشع النبي عشان الواد مات، فإليشع قال لتلميذه جحزي طب خد العصاية بتاعتي وحطها عليه. لكن جحزي كان فاقد صورته الإلهية وفاقد مهابته، وللأسف ضاعت مهابة عصا إليشع لما أمسكها جحزي. عصا إليشع فقدت مهابته لما أمسكها جحزي. قال له طب هات عصايا ابني، وراح هو بنفسه وأقامه. كان عصا يمسكها واحد زي موسى، عصا تمام آخر كلامه. الإنسان الروحي له مهابة، والإنسان الخاطئ بيفقد مهابته. زي واحد يجي يصلي على شياطين ويضحكوا عليه ويستهزئوا به ويرقصوا له ويغنوا، وإنسان آخر بتاع ربنا يقف كده الشياطين تصرخ منه. زي القصة اللي جت في البستان، شخص كان بيخرج شياطين وجي في مرة من المرات يعني خاف إن أمه تكون مش لاقية تاكل في المجاعة، فأنا أروح أشوف أمه. طب والإيمان يا حبيبي؟ إيمان إيه بقى ما أروح أشوف أمه؟ فخرج فالشياطين قابلوه في السكة وقالوا له ماما ماما. أو جه يخرج واحد من اللي عليه الشيطان، فالشياطين قعدوا يضحكوا عليه وفقد مهابته. زي الخاطئ اللي أنبأ إسزيروس، لقى الشياطين قاعدين يرقصوا على باب القناة ويزبروا آخر مزاج. إيه الحكاية؟ فقد كرامته. الإنسان الروحي له مهابة لدى الطبيعة ولدى الشياطين ولدى الوحوش. أما الإنسان لما يخطئ بيفقد مهابته في كل الحاجات دي. الابن الضال لما أخطأ اشتهى الخرنوب الذي يأكله الخنازير ولم يجد، وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل جوع. ليه؟ فقد كرمته ما حصلش الأجير. الشيطان طبعا لما يجي يغريك بخطية يصورها لك أنها آخر عظمة في الدنيا، وبعد ما تقع تلاقي نفسك فقدت كرامتك. ده بالعكس، ده جايز الشيطان يصور لك الكبرياء والسلطة والعظمة بأن هي الكرامة. ازاي كلمتك ما تنفص ليه؟ ولازم تنفذ اللي في مخك، ولازم 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 حدش يقف قصادك وانت تعمل ويكبرها في دماغك، وبعد ما تقع تلاقي فقدت كرامتك الإلهية وفقدت سلطتك الإلهية لما نفذت اللي في مخك. الخطية خاطئة جدا وليها نتائج كثيرة صعبة. لعل من نتائج الخطية أيضا فقدان البساطة والنقاوة، تغير نظرة الإنسان إلى الأمور. آدم وحواء كانوا في منتهى البساطة، ولا يعرفان شرا ولا يعرفان خطأ، وعريانان ولا يحسان ذلك، ولكن لما وقع في الخطية فقدوا البساطة، فقدوا البراءة الأولى. النظرة البسيطة للأمور والبريئة راحت، ما في نظرة أخرى. بص للشجرة وجد أنها شهية للنظر وبهجة للعيون وجيدة للأكل. طب الشجر دي كانت في وسط الجنة وكل يوم بيمر عليها، اشمعنى يعني النهاردة اللي لقاها شهية وجميلة وبهجة وبتاع؟ نظرته تغيرت، دخله الشر الملبس الموت. ولذلك الإنسان اللي بيفقد نقوته وبيفقد بساطته بيتحول إلى شخص آخر تعبان، تملأه الشكوك وتملأه الأفكار، يفقد البساطة. راجل فلاح غلبان يكلم ربنا بكل إيمان، وإنسان تاني يقعد يقرأ في كتب الفلسفة وغيره ويفقد بساطته، يفكر في ربنا تفكير آخر. فين البساطة القديمة؟ راحت.
متى يرجع الإنسان بسيطا كما كان، نقيا كما كان؟ معرفة الخطية بتملأ الإنسان بالشهوات وبالرغبات وبالأفكار، وتصور له الأمور بصور أخرى. ولذلك قال المسيح: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. يعني إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، ببساطة الأطفال ونقاوة الأطفال وإيمان الأطفال. نحن بالخطية فقدنا جمال طفوليتنا، وتشوهت الأمور في نظرنا، وأصبحنا حبساء بين الخير والشر، والحلال والحرام، والصالح والطالح. انقسمت شخصيتنا، البساطة راحت، الواحد بقت مين؟ الحاجة البسيطة الواحدة بقت خير وشر، والصح وما صحش. إن عرفنا نتائج الخطية ننفر من الخطية، لكن للأسف الإنسان بعد ما بيقع بيبتدي يشوف النتائج، وقبل الخطية ما كنتش واخد بالي. النقطة اللي بعد كده هي عقوبة الخطية، سواء كانت عقوبة إلهية أو عقوبة أرضية أو ما يجمع الأمرين معا أو عقوبات أخرى. نتكلم عن النقطة دي المرة الجاية إن شاء الله لو أخبت نعمة الرب وعشت.